اكيد فالتقديم تجري اول تجربه ليا في مجال التمثيل كانت تجربه اللي صعيبه بزاف والممثلين ديالنا تبارك الله الكبار ساعدوني بزاف وان شاء الله في الادوار الجايه نحاول انني نطور من راسي ونتعلم بزاف د الحوايج ان شاء الله باش نكون احسن واحسن ان شاء الله. كنبارك الشعب المغربي بهذا هذا الحدث العظيم لينا وللمغاربه والله يحفظ المغرب من اي شر ان شاء الله وحنا ديما الفوق الفوق. انا مع الفنان يكون مع الشعب في اي ظرف يعني يكون مع الشعب ويكون مع الوطن ديالو ويدافع على الوطن ديالو في اي ظرف. الشعب الجزائري اكيد فعزيز عليا وانا مشيت للجزائر واستقبلوني احسن استقبال ولكن السياسه احنا كفنانه اكيد بعيده عنها كاين زعما الاحق انه يجاوب سياسيا في هذا الموضوع. كيبقى الفنان اكيد ينتمي الى وطنه وكيدافع على الوطن ديالو مهما زعما وخيطر اللي طرا كنبقاو مغاربه وندافعوا على الوطن ديالنا في اي وقت. لا تعليق لا تعليق كان شي حاجه